مرحبا بكم في برنامج ابتكارات من متحف هنري فورد. أنا موروكا وحلقة اليوم ستكون رائعة للغاية. في هذه الحلقة طريقة مغناطيسية لإبقاء أسماك القرش بعيدة ورؤية زوارك حتى من فيينا، الأب المؤسس للطيران الحديث، والطبقة التي تسمح للسوائل بالانزلاق فوقها بسهولة. في هذه الحلقة من ابتكارات. إذا ذهبت يوما ما للسباحة في المحيط فقد تخطر ببالك بضعة أمور، منها إن المياه مالحة أو إنها باردة أو أكثرها خطرا على الإطلاق. دا 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 دا. حسنا، يمكنك أن تكون الآن مرتاحا أكثر لفكرة السباحة في المحيط لأن المجال المغناطيسي بأكمله معك. مهلا، هذه قصة مختلفة تماما. معكم آدمي ماغوتشي ليشرح لكم أكثر. أسماك القرش مخلوقات بحرية تذهلنا وترعبنا في الوقت ذاته، ورغم ندرة هجمات القرش الفجائية وغير المبررة ولكننا نسرع في السباحة إلى الشاطئ بمجرد رؤيتنا لأحدها يسبح قريبا منا. قد تظن وخاصة بعد مشاهدة كل الأفلام عن أسماك القرش أن أحدهم قد ابتكر ما يبقيها بعيدة عن البشر منذ سنوات، ولكن هذا لم يحصل إلا مؤخرا. توجهت جنوبا إلى كي ويست في فلوريدا لألتقي بنيوثن جاريسون وهو متزلج بحري طور ابتكار شارك بانز، وهو جهاز صغير يضعه المتزلجون والسباحون لإبقاء أسماك القرش بعيدة عنهم. ما الذي دفعك لابتكار هذا؟ أمضيت عمري في ركوب الأمواج وقضيت الكثير من الوقت في الماء، وبقيت فكرة التعرض لهجوم أسماك القرش مستحيلة بالنسبة لي حتى تعرض أقرب أصدقائي لذلك حين كنت في 15، وبعد ذلك بدا الأمر ممكنا وحقيقيا لي، ولزمني شعور بأن ذلك قد يحصل لي أيضا، فأردت ابتكار منتج يحمي الناس من التعرض لمثل هذا النوع من الهجوم. تحدث نيثن مع والده لتطوير منتج عالي التقنية يبقي أسماك القرش بعيدة عن البشر. بحثت على الإنترنت وتفاجأت حين علمت بوجود تقنية تقوم بهذه المهمة ولم يتم تحويلها حتى تلك اللحظة لمنتج تجاري. تعاون ديفيد ونيثن مع دكتور باتريك رايس وهو عالم أحياء بحري متخصص في التقنيات الدفاعية ضد أسماك القرش وصاحب براءة اختراع باستخدام المجال المغناطيسي. تمتلك أسماك القرش 7 حواس والإنسان 5، وزد على خواصها الفريدة أيضا حاستها الكهربائية، حيث تنتشر حول فمها وأنفها مجسات استشعار تلتقط أبسط وأضعف المجالات الكهربائية. وما يفعله ابتكار شارك بانز هو توظيف بعض هذه التقنية، حيث يحتوي على مغناطيس قوي ودائم يشوش على حواس القرش الكهربائية بمجرد اقترابها منه. تخيل شعاعا من الضوء الساطع، تستطيع رؤية الضوء أليس كذلك؟ لكن إن قام أحدهم بتوجيه شعاع ساطع من الضوء في وجهك فستشيح بوجهك عنه، وهذا ما يحدث لها حين تقترب كثيرا من المجال المغناطيسي. هذا كله يبدو جيدا كتجربة على دمية قرش في مختبر علمي، ولكن ماذا عن الأسماك الحقيقية في المحيط؟ استخدم آل جاريسون ودكتور رايس دمية فعلية ليضعوها في الماء ويكتشفوا ما يحدث. أسماك القرش ليست مهتمة بطعم قدمك، فهي لا تعد طعاما مغريا لها، لذا وضعنا بعضا من الأسماك التي تحبها أسماك القرش في هذه الدمية، ومع ذلك لم تقترب منها وتعضها. رأينا 13 أو 14 سمكة قرش تقترب من الساق المحشوة بالأسماك الموضوع عليها الشارك بانز، وفي كل مرة مرة تلو الأخرى بام 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 تنفر مبتعدة عنها رغم وجود الطعام بداخلها. ثم أزلنا الشارك بانز عن القدم ووضعناها من جديد في الماء، فمزقتها أسماك القرش إربا. عمل آل جاريسون مع دكتور رايس لجعل حجم المغانط صغيرة وعصرية ليمكن ارتداؤها. ما عليك إلا ارتداء واحدة منها على معصمك وستكون في أمان؟ نقترح وضع واحدة على كاحلك أولا وأخرى على معصمك، وهذا كله يعتمد على طبيعة البيئة التي تكون فيها والنشاط الذي تقوم به. واحدة تساعد واثنتان أفضل. نصيحة جيدة، لأنني لا أريد بالتأكيد أن أصبح الدمية. بعد قليل تستقبل ضيوفك وأنت في بورا بورا. فتح الأجواء أمام الطائرات وتطوير إيصال اللقمة الأخيرة، ولكن حان الوقت الآن لفقرة اختبر معلوماتك. لطالما كانت بنادق الرشي جزءا من طفولتنا جميعا، والقاعدة العامة أنه كلما ازداد ضغط الماء كان الأداء أفضل. ماذا كانت مهنة مخترع أقوى بنادق الرشي المائية سوبر سوكر؟ هل كان هو أو هي أولا مهندس فضاء، باء ميكانيكية سيارات، أو جيم بائع طفايات حريق؟ سنخبركم بالإجابة بعد قليل، ولكن من دون استخدامها.
أهلا بكم مجددا، أتمنى أن تكونوا جاهزين للإجابة. قبل الفاصل سألنا ماذا كانت مهنة مخترع أكبر براد قراش مائية سوبر سوكر، وإذا كنت قد أجبت بألف مهندس فضاء فإجابتك صحيحة. كان لوني جونسون مهندساً في القوات الجوية وعمل في مشاريع متطورة للغاية، والتي كان من ضمنها قاذفة القنابل الشبح. ففي عام 82 اخترع جونسون بنادق الرش المائي المضغوطة، حيث يضخ المستخدم الهواء إلى داخل خزان الماء، وحين الضغط على الزناد يتم إطلاق الماء بقوة كبيرة. أطلقوا عليها في البداية اسم باور درينشر، المغرقة القوية، ولكنها اشتهرت فقط حين قاموا بتغيير اسمها. ومنذ ذلك الوقت غمر اختراع لوني جونسون ملايين الآباء والأطفال وحتى الحيوانات بالكثير من الماء. وبهذا انتهت هذه الفقرة من اختبر معلوماتك. مع كل التقنية والبحوث الموجودة في وقتنا الحاضر، ما تزال هناك العديد من الألغاز التي لم يتم حلها إلى الآن، كالمغزى من الحياة، وإن كان للكائنات الفضائية وجود. وأخيرا، من هو الطارق على بابك؟ في الحقيقة وجدنا مخترعا تمكن من الإجابة على أحد هذه الأسئلة، والإجابة في جيبك. هذه آلي وورد. لا شيء يشير إلى المستقبل أكثر من رؤية جهاز جديد لامع، ولكن ماذا إن أمكنك استحضار أحد أدواتك المنزلية القديمة المفضلة إلى المستقبل؟ مثلي؟ جرس الباب المتواضع. قد لا يكون هذا الشكل مألوفاً بالنسبة لك، لكنه الشكل المحتمل لجرس الباب المعتاد مع بعض التطوير والابتكار الداخلي والخارجي. وما يمكن أن يفعله هو شيء أكثر من الرنين، إنه يستطيع الرؤية والسماع أيضاً. في الحقيقة إنها تجعلك ترى وتسمع من هو الزائر على بابك بمساعدة هاتفك الذكي. إنه جرس باب يسجل الفيديو، يسمح لك بالتحدث ورؤية أي شخص يقف على بابك من أي مكان تكون فيه، نعم حتى لو كنت في عطلة. هذا جيمي سيمينوف، مخترع جرس الباب، وأنا ذهبت إلى مقر ساني في سانتا مونيكا في كاليفورنيا لكي ألتقي به. هذه غرفة الهندسة الكهربائية الخاصة بنا. واو، يوجد هنا الكثير من الدوائر الكهربائية، انظر إلى كل هذا. الكثير من أجراس الباب. ما الذي يجري هنا؟ هنا نختبر ونشكل النماذج الأولية والهندسة الكهربائية للمكونات الفيزيائية للوحدة الأصلية. داخل كل جرس باب كاميرا رقمية عالية الجودة مع القدرة على التحدث والسماع من خلالها، وسماعة وميكروفون وجهاز متطور جداً كاشف للحركة. إنها ثقيلة بعض الشيء، لأنها تعمل بالطاقة المزدوجة باستخدام البطاريات، وتحتوي على 5000 ميلي أمبير بطارية، وكأن بداخلها 3 هواتف. حقاً؟ إذا كان جرس الباب المعتاد يعمل لديك، تشبكينها به وسيشحنها، أو تستطيعين شحنها كل 6 أشهر إلى سنة. قررنا أن نختبرها هنا داخل المكتب. اضغط عليها فقط وستصدر صوت دينغ دونغ لتعرف الشخص الواقف على بابك، كما أنها ستعطيك تنبيهاً على جهاز حاسوبك أو هاتفك أو أي شيء. وهذا نحن. غير معقول. الأمر كخدمة كشف هوية المتصل، ولكن لباب بيتك. وكحال العديد من الابتكارات، كان لهذا الابتكار بدايات عملية قبل 4 سنين فقط. كنا نعمل في هذا الكراج ولم أستطع سماع جرس الباب، فبحثت على الإنترنت عن واحد يعمل من خلال الواي فاي وأستطيع شبكه بهاتفي، ولم أجد واحداً، لذا بدأت في بناء أول نسخة مما أصبح الآن ذا رينج دوربيل. في حين صمم جيمي رينج لراحته، ارتأت زوجته إيرين أنه يمكن إضافة ميزة الأمن، لأنه أتاح لها رؤية من يقف على الباب من دون أن تضطر لفتحه. أشعره ذلك بالرضا لعلمه أنه أعطاني بعض الشعور بالأمان وبأنه صنع شيئاً أرتاح حقاً لاستخدامه. وأكثر من ذلك، حيث أضيفت ميزة تسجيل إضافية، قام دوربيل بمهام مضاعفة في نظام حماية المنزل ومراقبته، وبهذه الميزة الأخيرة ولدت الرؤية الأوسع لهذه الشركة. أصبحت رسالة الشركة وهدفها تخفيض نسبة الجريمة في المجتمعات. في معظم السرقات يأتي السارق إلى الباب الأمامي ليرى إن كان أحد في المنزل أم لا، وبقدرتك على التصرف وكأنك في المنزل فإنك تمنع حدوث السرقة. نعتقد بأننا نوقف سرقة واحدة يومياً لزبائننا بمجرد الرد على طارق الباب وإبلاغه بأنه يوجد أحد في المنزل. أصبح صدى هذا الابتكار الذي يجعل الزوار يعتقدون بأنك في المنزل في حين أنك لست بداخله ينتشر عالمياً أيضاً. هذا ابتكارنا في مختلف مناطق العالم. إلى كم بلد وصلتم؟ 93 بلداً. 93 بلداً؟ حسناً، أستطيع القول الآن بأن الخدعة القديمة لقرع جرس الباب والهروب وجدت أخيراً من يضع لها حداً. لا مزيد من القرع والهرب. عندما نعود، ملك السماء يمشي أميالاً على الأرض، والصلصة الخاصة بك تنزلق الآن بسهولة.
ولكن حان الوقت مجدداً لفقرة اختبر معلوماتك. يعد بنجامين فرانكلين أحد المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة الأمريكية، كان عالماً ومخترعاً أيضاً، واشتهر بنظرياته المتعلقة بالكهرباء. كل هذا فعله حين كان بالغاً، ولكن ماذا اخترع فرانكلين حين كان عمره 11 عاماً؟ هل كان ألف عدسات ثنائية البؤرة؟ باء لعبة الميزان؟ أم جيم زعانف السباحة؟ سنعرف الإجابة على هذا السؤال بعد قليل. أهلا بكم مجددا، أتمنى أن تكونوا قد فكرتم بالخيارات التي طرحناها خلال الفاصل. قبل قليل سألنا ماذا اخترع بنجامين فرانكلين عندما كان في 11 من العمر، وإذا كانت إجابتك جيم زعانف السباحة فإجابتك صحيحة. في عام 1720 عندما كان مجرد فتى صغير، كان بي فرانكلين كما كان يدعوه أصدقاؤه سباحا ماهرا، وفي محاولاته للسباحة بشكل أسرع قام بنا الصغير بربط مجاديف خشبية ذات شكل بيضاوي في ذراعيه، وعندما ألمه رسغه من هذه المجاديف ربط زعانف خشبية في قدميه، وفي النهاية يائس من هذا الاختراع ووجه اهتماماته لأمور أكبر. وبعد مئات السنين وبالتحديد عام 1968 وضع نصب تذكاري لبنجامين فرانكلين في صالة الشهرة لإنجازات السباحة عن مشاركاته في هذه الرياضة، ولسوء الحظ ولأنه لم يحمي فكرته أو يصر على إنجازها لم يجني أبداً ثمار شغفه وحبه للتجديد. وهذه هي فقرة اختبر معلوماتك. عندما حلق أوربن رايت لأول مرة في الهواء عام 1903 لم يكن يدرك كم كان سيصبح اختراعه واختراع ويلبر عن التحليق المزود بالطاقة هاماً وضخماً. لا شك بأن تطور قدرة البشر على الطيران مر ببضع مراحل، ويعرض أهمها هنا في متحف هنري فورد، وتتم تهجئتها على النحو التالي: دي وسي وثري. الطيران عبر البلاد أو حول العالم بطائرة كبيرة لم يعد اليوم أمراً كبيراً، ولكن في بدايات القرن العشرين فإن خطوط الطيران لم تكن أمراً مضموناً ولا مريحاً، ولم يكن دائماً خياراً آمناً. المشرف على وسائل النقل في متحف هنري فورد مات أندرسون أراني الطائرة المبتكرة التي غيرت قواعد اللعبة للسفر عبر الجو. سرت أسفل هذه الطائرة مرات عدة، وأستطيع القول بأنها مهمة حقاً. ما هي هذه الطائرة؟ هذا طراز دي سي 3 في عام 39، وهي الطائرة التي وضعت الأسس لخطوط الركاب الجوية في الثلاثينيات. لا تبدو بتلك القدم، بل تبدو حديثة. هذه من أوائل الطائرات التي استفادت من مبدأ الديناميكا الهوائية، لذا فهي تمتلك الشكل الانسيابي الأملس وغطاءً حول محركاتها وجهازاً للهبوط قابلاً للسحب. مبادئها ما زالت تستخدم في تصميم الطائرات اليوم. في كثير من الأحيان تولد الابتكارات من رحم المأساة، ففي عام 1931 توفي مدرب كرة القدم لفريق جامعة نوتردام نوتراكني عندما تحطمت طائرته نتيجة تمزق أحد أجنحتها المغطاة بالخشب والقماش في الجو. بعد تلك الحادثة قررت شركات الخطوط الجوية أن تستخدم الطائرات المصنوعة من المعدن فقط، والتي احتاجت إلى الكثير من التصاميم المبتكرة. عمل المهندس دونالد دوغلاس على الكثير من التصاميم والإصدارات التي أطلق عليها اسم دوغلاس سيفيليان أو دي سي، ولاقى الطراز الثالث الذي صنعه قبولاً عند شركات الطيران، وعرف فيما بعد باسم دي سي 3. أحد التحسينات الكبيرة فيها أن أجنحتها مدعمة داخلياً، لذا حين تفكر بشيء شبيه بالطائرة الأصلية للأخوين رايت وكيف كان لأجنحتها الكثير من الأعمدة والأسلاك الخارجية لتدعمها، فعلوا كل هذا داخلياً، وهو ما جعل مظهر الطائرة الخارجية أملس. هذه الطائرة تبدو مصنوعة بمتانة. اعتادوا على اختبارها بقيادة مداحل بخارية على أجنحتها، لم يستطيعوا إحداث خدش فيها، والأضرار الجسيمة أقل بكثير، إنها حقاً متينة. هل هذه الطائرة أكثر أماناً من سابقاتها؟ استخدمت في الحرب العالمية الثانية وسميت حينها بطراز C-47. كانت أجزاء من أجنحتها تقصف ومع ذلك تستمر في الطيران وتهبط بسلام. تقصف أجزاء من أجنحتها؟ نعم، كان يحدث ذلك. أما زال هذا الطراز يحلق في الجو اليوم؟ نعم، تستخدم في بعض الأماكن للطيران المدني، وهذه بالذات كانت تحمل رقماً قياسياً عندما أحضرت إلى المتحف عام 75. صنعت عام 39، لذا فقد حلقت في الجو ل 36 سنة و 85 ألف ساعة طيران وحوالي 12 مليون ميل. وهل صحيح أنها سارت على الأرض حوالي 100 ألف ميل؟ نعم، ل 100 ألف ميل، أرقام قياسية مذهلة. أتمنى أن ذلك لم يكن في رحلة واحدة، كان سيكون تأخيراً محبطاً حقاً. شيء ما يخبرني أن هذه الطائرة الرائعة تستطيع التحليق مجدداً إن احتجنا منها ذلك، ولكن يجب إزالة بعض الثريات الكريستالية من طريقها أولاً. بعد قليل ضغط العبوات لآخر قطرة فيها.
وفقرة كلمات ومعانيها. معظم عبوات الطعام تتحمل منا الكثير من الأسى، فنحن نهزها ونخضها ونصفعها ونضغطها لكي تخرج آخر قطرة، ومع ذلك فهي تقاومنا وترفض إخراج آخر ما فيها من الكاتشب أو الخردل أو صوص الشوكولاتة. حسنا، لقد تمادينا بما يكفي في عنفنا تجاه عبوات الطعام، وحان الوقت الآن لهذه السوائل بأن تنزلق وحدها. هناك أمل بتجربة أكثر لطفاً مع عبوة العسل ومنتجاتك المفضلة اللزجة، لأنه قد يصبح هناك قريباً تغليف داخلي لهذه العبوات، بحيث نستطيع استخدام جميع مكوناتها وعدم ترك أي شيء منها، وهذه تسمى ليكويد لايت. ينضم إلينا الآن من كامبريدج ماساتشوستس ديف سميث، الشريك المؤسس لليكويد لايت. مرحبا ديف، شكرا لانضمامك معنا. شكرا، سعيد لوجودي معكم. لماذا من الصعب استخراج كل السوائل من العبوات البلاستيكية؟ السبب في عدم استخراج كل السوائل من عبواتها يعود إلى حالة على سطح العبوات تسمى بحد عدم الانزلاق، لذا فجزيئات السوائل التي تقع على الحد الفاصل مع المواد الصلبة لا تتحرك، وهذا الذي يجعل بعض المنتجات تتمسك بالسطح الداخلي لعبواتها. بمعنى آخر، إذا كان لديها القابلية للالتصاق بك فهي ستلتصق بعبواتها أيضاً. ستواجه هذه المشكلة في أي مكان يوجد فيه سوائل لزجة. التصاق السوائل بسطح عبواتها الداخلية هي مشكلة نواجهها منذ الأزل. في MIT عزم ديف والمهندس الميكانيكي البروفيسور كريبا فاراناسي على إيجاد حل لهذه المشكلة، وركز بحثهما على الطريقة التي تتفاعل بها السوائل مع الأسطح التي تلتصق بها، محاولين إيجاد طبقة عازلة تحد من مشكلة الالتصاق. وعندما نجحا في ذلك نشرا الفيديو على الإنترنت وانتشر ذلك بين الناس. نشرنا فيديو عن عبوة من الكيتشاب المغلفة داخلياً بليكويد لايت وانتشر بسرعة بين الناس. طبقة ليكويد لايت الداخلية هي طبقة غير سامة ملقحة بالسوائل، هذا يعني أنها رطبة الملمس ويمكن استخدامها على البلاستيك والزجاج والمعدن وغيرها الكثير، وهي تسمح للسوائل بالانزلاق بسهولة عن سطحها. ما صنعناه يشبه الزيت في المقلاة، لو وضعت بيضة فوق ذلك الزيت فستنزلق بسهولة، ولكن في ابتكارنا حصرنا الزيت بشكل دائم في السطح الداخلي، ونكون بذلك قد صنعنا سطحاً رطباً زلقاً. ما الطرق المختلفة التي يمكن استخدام هذه التقنية فيها؟ في الحقيقة حصلنا على الكثير من الاهتمام من مختلف القطاعات المختصة بالمنتجات الاستهلاكية وتصنيع مختلف أنواع السوائل اللزجة، ومن قطاع الطاقة والنفط. يتوقعون أيضاً استخدام هذه التقنية في تطبيقات متنوعة على الأسطح الخارجية للطائرات وداخل المعدات الطبية، وكما تفضل أنت أن تنزلق إلى المستقبل. سيقوم ديف وشركاؤه في ليكويد لايت بالعمل على هذا الابتكار الذي سيزيد من استمتاعك بمنتجات كثيرة. حسناً، شكراً ديف لمشاركتك في هذه الحلقة. شكراً لاستضافتي مو. بعد قليل، سواء كان اسماً أم فعلاً فهي دائماً تعرف الكلمة المقصودة. هالي وورد الآن في كلمات ومعانيها. أهلاً بكم مجدداً. حسناً، أقف هنا كل أسبوع لأقدم لكم فقرة كلمات ومعانيها، أعطيكم تعريفات الكلمات الكبيرة التي نستخدمها في هذا البرنامج. الأمر بهذه البساطة، أنا مجرد فتاة مع قاموس كلمات تعرف كيف تستخدمه. لنبدأ الآن. في قصة مو عن الطائرة من طراز DC-3 قال هذه الجملة: هذه الطائرة أكثر أماناً من سابقاتها. إذن سابقة هي اسم ويعني الشيء الذي جاء قبل شيء آخر وأثر به أو كان سبباً في وجوده. فإذا ركبت في طائرات قبل طراز DC-3 لعلك كنت تحتاج إلى تأمين على الحياة قبل فعل ذلك. وفي القصة عن الطبقة الداخلية للعبوة البلاستيكية التي تجعل السوائل تنزلق من عليها بسهولة قيلت هذه الجملة: في أي مكان تتواجد فيه سوائل لزجة أو دبقة تواجه هذه المشكلة. حسن، لزجة هي صفة وتطلق على السوائل الثقيلة أو الدبقة التي لا تنساب بسهولة. حسن، أعتقد إذا كان هنالك شيء يسبب اللزوجة ويسبقها فسيكون هذا انغلاقاً. هذه فقرة كلمات ومعانيها لليوم. أنا ألي وورد. شكراً جزيلاً لانضمامكم معنا اليوم، وتذكروا إذا ما رغبتم في يوم ما بالظهور في برنامج ابتكارات فأطلقوا أحلامكم ولا تستسلموا أبداً. أنا موروكا.